وثاني مرة تانية نرحب بحضرتكم مع المطار الطائرة ونذكركم بأن التدخين ممنوع منعا باتا على هذه الرحلة وفي جميع الأوقات. أفضل طاقم يتكلم اللغات العربية الإنجليزية الهندية تاغالوغ الفرنسية التونسية إسبانيا ألمانيا الروسية السربية الغريك البرتغالية والكرواتية. تحية طيبة لكل أعضاء إميريتس سكايوز وبرنامج كوانتس ليكويد فلاير المسافرين معنا على هذه الرحلة. إميريتس سكايوز وبرنامج طيران الإمارات لولاء المسافرين والتي يمدكم بالمكافآت والامتيازات في كل مرة تسافرون معنا. رحلة اليوم سوف تكسبكم أميرا إضافية ترغبتم للانضمام للبرنامج. يرجى التحدث إلى أحد أفراد الطاقم للحصول على بطاقة التسجيل وكسب الأميال. توجد تشكيلة واسعة من منتجات السوق الحرة على مدى هذه الرحلة. نرجو من حضراتكم اغتنام هذه الفرصة لتصفح مجلة السوق الحرة والتسوق والموجودة في جميع المقاطع الخاص بكم. نظام الجوال والرسائل القصيرة متوفر حاليا على مدى هذه الطائرة. نرجو من حضراتكم وضع الجوال في وضع صامت وذلك تفادي الإزعاج المسافرين من حولكم. نتمنى لكم رحلة ممتعة معنا اليوم ورجاء من حضراتكم عدم التردد بطلب المساعدة من أي من أحد أفراد الطاقم وشكرا. Tagalog, Hindi, Thai, Spanish, German, Russian, Serbian, Amharic, Croatian, and Portuguese. A warm welcome to all our Emirates Skywards and Qantas frequent flyer members joining us on this flight. Emirates Skywards is our frequent flyer program providing us rewards and privileges every time we fly. If you would like to join, please speak to one of our cabin crew to receive an instant